تم دي أرقام مفزعة. أرقام عالية إذا كان 75 ثلاث أرباع سيدات مصر يعانين من السمنة، اللي هنعرف مع الدكتور محمد معناها إيه، وأعرف إزاي إن أنا تخين وإيه المقاييس بتاعتها. لكن الحقيقة الدكتور محمد أبو الغيط كان راجع من عائد من فرنسا من ليون تقريبا، مؤتمر 19 بتاع الجمعية الأوروبية. تمام. وأعتقد من الموضوعات الأولى هناك وهنا الأطفال، يعني الرقم اللي حضرتك قلت بالنسبة للأطفال، قلته بالنسبة للأطفال ده مهم جدا، في إن أنا عايز أفهم مع حضرتك، هل الطفل اللي بيتولد تخين أو بيفضل يتخن كده لغاية مثلا الابتدائي أو دخول المدرسة، أيوه، هتفضل المشكلة معاه مؤرقاه وصعب إنه يعمل رجيم غير الطفل اللي رشيق ويفضل رشيق في المدرسة، هتبقى المسألة بالنسبة له سهلة؟ يعني حتة هذه الست سنين الأولى هي اللي بترسم خريطة البدانة للطفل. يعني ده الحقيقة كان سؤال مهم جدا، كان بيبقى عليه دراسات كتير قوي الفترة اللي فاتت، وعملوا أبحاث ودراسات كتير قوي اتنشرت بره أكتر ما اتنشرت في مصر. أنا هرجع بعد إذنك سنة كمان قبل كده. لقوا أنه السمنة تبدأ في الجنين وهو في بطن أمه. ده قبل كمان، قبل كده كمان. فالجنين وهو في بطن أمه لو الأم بتاكل صح وما تخنتش أكتر من المفروض في خلال فترة الحمل، المفروض ده اللي هو بيبقى من 10 ل 15 كيلو في الحمل كله، لقوا ان السيدات اللي بيتخنوا اكتر من هذا المفروض، يعني اكتر من 15 كيلو، بيبقى فيه احتمال اكبر قوي لإصابة الجنين اللي هو هيبقى المولود بالمرض السمنة. وبعدين بيتحكم في دي كمان، لازم اقول الوراثة، يعني في جينات بتنتقل من الأب والأم والعمام والخلان والجد إلى الجنين، وبتؤدي لأنه يبقى عنده ما يسمى بالحساسية من السعرات، يعني عنده حساسية للسعرات. هيك عارف في ناس مثلا بيبقى عندها حساسية من التراب، يشم التراب صدره يقفل. في ناس ما عندهاش، تعيش في التراب ما يجرالهاش حاجة. نفس الحكاية بالنسبة للسعرات، في حساسية للسعرات، في ناس تاكل غلط تتخن وفي ناس تاكل غلط ما تتخنش. بنيجي بقى المرحلة بعد كده، اتولد المولود، لما يتولد كل ما نرضعه رضاعة طبيعية فترة أطول احتمالات الإصابة بالسمنة تبقى. إذا احنا كمان لازم يعني ناخد من بالنا. فوائد الرضاعة الطبيعية طبعا المتعددة اللي بالعشرات دي، هنضيف كمان ان ما يتخنش وهو كبير، يعني بالزبط. من الفوائد بتاعت الرضاعة الطبيعية، فالرضاعة الطبيعية بصفة يعني تامة في الست شهور الاولى، ونحاول اننا نحافظ عليها بعد حتى ما ندخل الاكل الخارجي لمدة السنتين او سنتين وشوية. ده بيساعد انه هذا الطفل ما يصبحش مراهق سمين. وبعد لما بتدي ادخل الاكل، لو دخلنا الاكل بطريقة خاطئة فبيبتدي يبقى الطفل ده طفل سمين، اللي هو بيسعد اهله، اللي هو كلبوزة 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 كميلة. ده بيؤدي ان هو يبقى في المستقبل مراهق سمين، اللي هو في سن بقى 11 سنة و 12 سنة. وده الشخص المراهق السمين ده عنده احتمالات الإصابة بالسمنة كأدلت كناضج بتزيد 20 مرة، 20 ضعف. لو ما حفظناش ان هو ما يتخنش في وقت المراهقة ده، هيبقى عنده سمنة في الكبر واحتمالها يبقى اكبر ب 20 مرة. يعني طوابير البنات والولاد اللي احنا بنشوفهم في طالعين من مدرسة اعدادي، ده ناقوس خطر فظيع طبعا، يعني لهذه الاحجام، وبياكلوا الوجبات الجاهزه واكياس الشيبسي والحاجه الساقعه اللي باللتر اللي بتتبلع دي مره واحده. صح. دي علامات خطر خطيره جدا. وعايز اقول كمان انه قله الحركه، احنا كنا زمان